الحين نتكلم عن الإصرار والعزيمة. منو هذيلة؟ هم عبد الرحمن العازمي من فئة ذوي الإعاقة، ولكن أثبت أن الإعاقة ما هي عثرة في أن يحقق الإنسان كل ما يتمنى، وبابتسامة فيها مواهب وقدرات بشرية قدر أن يتغلب على صعاب، وحقق عبد الرحمن ما عجز الكثير عن تحقيقه ليتوج سجله بقصة نجاح وكفاح بإرادة وعزيمة. باسمكم نرحب بعبد الرحمن العازمي، مبدع كويتي من وطني. شلونك؟ يا مرحبا. شو الأخبار؟ خير سلمان، خير تمام، خير. الله يسلمك عبد الرحمن. أنا اللي أعرفه، أنا قالوا لي مبدع وقالوا لي يلعب رياضة، بس أبيك أنت تقول حق الناس شنو هي رياضتك. رياضي تنس الطاولة. تنس الطاولة. نعم. إنزين، حق الواحد اللي بيشوفك يقول واحد من ذوي الإعاقة ويلعب تنس، أكيد في صعوبات يمارسها. يعني لاعب التنس يحتاج إلى أدوات معينة، يحتاج إلى حركة سريعة، يحتاج. أنت شنو السر مالك؟ أول شيء كان أول صعوباتي أن كمبتولين أطراف أو فاقد أطراف، أنا ما أدري شلون يحطون مطب. أي. بس اختان كابتن أحمد فارق وجه له تحية، قال ابن أحمد تعال تجرب أنت كم يوم أو كم حالة نشوف سيقة، وأحط مطب مني وألفة، والحمد لله استمرت وياهم. يعني الإعاقة ما منعتك من أن أنت تمارس حياتك بشكل طبيعي؟ لا عادي. إنزين، والمشكلة أنه مو عادي، المشكلة أنه صار الموضوع ما شاء الله بطولات، والبطولات هذه رفعت اسم عبد الرحمن العازمي. عبد الرحمن، أكيد في ناس تعتبرك مثل أعلى بالنسبة لهم، هل أنت تحس أن أنت قاعد تسوي شيء فوق طاقتك، ولا بالعكس اللي قاعد تسويه أنت حابة وتبي زود؟ لا، أنا حابة وأبي زود لأن أحفز الناس. إنزين، أنا أبي، دائما أنت قلت تحفز الناس، أنت الحين لما عبد الرحمن يقوم من النوم الصبح أول يومه شو يسوي؟ وين يروح؟ أول شيء كان عندي جامعة، أروح الجامعة. الجامعة إذا كان عندك دوام. أي نعم. إنزين، أنا سمعت بعد أن أنت صحفي. أي نعم. مو صحفي، صحفي. صحفي. أي. إنزين، وين 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 تكتب ما شاء الله؟ بجريدة أكاديمية إلكترونية. جريدة إلكترونية. إينا. جريدة الأكاديمية. أي نعم. في أي مجال تكتب؟ في أي تخصص؟ أكتب عن ذوي الإعاقة وعن مشاكلهم وعن شنو يعانون من شنو اللي يعانون. شخص من ذوي الإعاقة نفسه في بعد أماكن عندك مواقف معاقين، وأماكن إن شلون يشوفون ذوي الإعاقة كمبتون أطراف، شلون يشوفون نظرات مجتمع. أكثر شيء يحرني اللي يصفط موقف المعاقين وهو ما عنده كرت الإعاقة أو ما هو من ذوي الإعاقة. طيب نرجع حق موضوعنا، هو عبد الرحمن العازمي، أثناء لعبك للتنس أو في أول فترة لك، ما حسيت ان انت خلاص يعني مثلا كانت صعبه عليك، ولا لا صار فيك لا بالعكس هذا تحدي وانا لازم اثبت ان انا زين فيه؟ لا، هذا تحدي وانا ودي اثبت نفسي. ايش كثر تتدرب حق مباراه واحده، نقول مثلا اذا عندك مباراه او بطوله بدش بطوله، ايش كثر تتدرب؟ والله التمارين من يوميا مع جمعه من الساعه 5 تقريبا لين 7. يعني عندك وقت للتمرين؟ ايه. انزين، تأخرت على التمرين كيف يزفك؟ لا والله. ما يسامحك؟ إيه، لأن على حسب محاضراتي اللي كان عندي أو شيء. إيه. إنزين، وتحصيلك العلمي شلونك بالدراسة؟ الحمد لله تخرجت من جامعة عمل قريب كنت. أيه. والحمد لله. ربي يوفقك إن شاء الله. أجمل. جامعي. خريج جامعي. يعني مو بس يعني تحصيلك العلمي عالي، هذا أول شيء ما شاء الله عليك بطل. البطولات اللي شاركت فيها بالكويت. تحقق مراكز متقدمة، ها؟ هذا اللي سمعته، العصفورة قالت لي. والله سسمة بطولات محلية، إيه. حقق المركز الثاني ثالث أو أول. بس مو بس كذي، هم بعد قالوا لي شيء ثاني، وجودك بعد أيضا كصحفي وكلاعب. أنا من صوبي أنا أشوفك من خلال الفيديو اللي شفته تو محترف ما شاء الله. بس لك أنشطة ثانية أيضا، مشاركتك في مع مجموعات تطوعية، شنو أبرز مشاركاتك مع الجماعات التطوعية؟ فريق مفتن بروف. هذا مفتن بروف. إيه نعم. هذا كل سنة في ملتقى حق ذوي الإعاقة، ندمج ذوي الإعاقة وقيد ذوي الإعاقة على مشروع واحد، ويعني دورنا أن ندمج في المجتمع
توي عاقة. عبد الرحمن وين يشوف نفسه أكثر؟ يشوف نفسه بالصحافة، بالرياضة، ولا بالتعليم يبي يشد حيله ويكمل، ولا خدمة المجتمع من خلال نقل القضايا؟ الأخير. أنت تبي أنت دمج المجتمع، دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع من خلال أن أنت تبين قضاياهم. وأبين أن الناس أن الإعاقة ما فيها شيء مستحيل، يعني لا تشوف أن من ذوي الإعاقة أنه ما يقدر جديد، لا بالعكس هو يقدر ويقدر ينجز. طيب إنجازك اللي أنت بينك وبين نفسك تحس أن أنت فخور فيه، مثلا لما تي انت في 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 البطوله، في جو البطوله، وقدامك المضرب والكره رايحه وراده، هني عبد الرحمن شنو يفكر؟ يعني خلاص انت قدامك الخصم يعتبر تحدي، اكيد. فشنو الشيء اللي يحفزك؟ شنو الشيء اللي يخليك انت تبي تفوز في هذه المباراه؟ عن تحدي عقدي، يعني في اشخاص اللي بتنس طاوله مو كفاقد طرف، أنا والوحيد تقريباً. إيه، وأثبت إعاقتي إن أقدر. إن أنت تقدر مهما كانت الصعوبات، أياً كان الخصم اللي قدامك. أكيد. إن أنت تقدر تفوز عليه. أكيد. إنزين، طبعاً يعني في ناس حلمهم إنهم يقابلون سيدي حضرة صاحب السمو. أكيد. وأنت طبعاً. واحد من الناس اللي حققوا هذا الحلم بالنيابة عن وايد ناس. وتشرفت بمصافحة صاحب السمو أمير البلاد حتى الله يرحمه. كلمني عن هذه، حتى لو هي دقائق بس أنا بالنسبة لي عمر. شلون أنت كنت موجود في هذا المكان، وشنو الكلمات اللي دارت بينك وبين صاحب السمو؟ هل التصافح كان بنادي الكويت للعراق معاقين؟ أي. صاحب السمو كل سنة يجي نادي زيارته السنوية. نعم. وحمد لله تقبلته، كان شعور ما يوصف. انزين، ايش كثر ممكن تكون انت دافع لي للناس؟ ايش كثر انت تبي تشجع الناس ان هم يتحدون اعاقاتهم بحيث ان هم يكونون فعلا ناس يندمجون في المجتمع ويقدمون بالعكس لهذا المجتمع؟ يعني يقول انه ما في شيء مستحيل، يعني ثقبي اعاقتي ان احفز من اعاقه او الهدف اللي انت به ما في، يعني تقدر توصل له مهما كانت أكيد. الظروف اكيد. وانت اكبر من اثبت هذه المعلومه انزين، وقاعد تمارسها ما شاء الله عليك بشكل يومي. انزين، عبد الرحمن قام من النوم، طلع عنده مشوار يبي يخلص معامله، شنو اكثر شيء يعطيك؟ هل انت مثلا توصي احد يخلص لك معاملتك، ولا انت تحب تروح تخلص معاملتك؟ لا، انا حاب اروح اخلص معاملتي. انت اللي تروح وتاخذ الرقم وتقعد بالدور وتنطر دورك وتكمل معاملتك. اكيد. انزين، قبل لقاءين كنا قاعد نتكلم انا ويا عبد العزيز المطيري على موضوع خذني بجديه، عندهم حمله اسمها خذني بجديه عن تعليم ذوي الاعاقه، ان لا تجاملونهم، بالعكس قولوا لهم الصج وخلهم يتعلمون عن حق وحقيقه. ايش رايك بالحمله؟ سمعت فيها؟ مسام سمعت من عبد العزيز. اي، الحمله فكرتها انه يبي هل يدمجون. انت يبي يدمجهم فعلا بالمجتمع. انزين، هل انت حسيت في هذا الشيء مثلا خلال فتره تعليمك ان احد كان يجاملك، او انه عشان لا تكسر بخاطره، او عشان لا يزعل، هذه الاشياء شنو بالنسبه لك؟ شو تسوي؟ شوف اخوي سلمان، ايام دراستي كان حق تربية خاصة، مدارس تربية خاصة حق ذوي الإعاقة، ما يتمشوا منهم مع مدارس حكومة أو مدارس حكومة. أنا أقصد كتعليم، يعني مثلا بالامتحان أنت في معلومة. لا عادي. عادي عادي، بالعكس أنت ماخذ الأمور بجدية. أي نعم. عبد الرحمن المطيري، أنا فخور فيك جدا. عبد الرحمن العازمي، العفو، عبد العزيز المطيري، عبد الرحمن العازمي، كلكم إخواني. أنا أتشرف فيك وفخور فيك جدا. أتمنى أشوف فعلا إنجازك يكبر، والبطولات هذه بدل ما تصير بطولات محلية توصل للعالمية بإذن الله. إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. أجمعين. إذن أيا كانت الإعاقة، العزيمة موجودة، العزيمة كاملة وبصحة، عزيمة وإرادة.